صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله وكما شفتم العنوان ديال لا فيديو، بلاتي بلاتي سمع فقير في الدار انه الدخول المدرسي، الهدوء يعم صراحه المدرسه شي حاجه اللي مهمه. والحمد لله يعني الوليدات ها كنتوحشوهم صراحه، واخا كيبرزطونا كل اللعب ديالهم ودوك البريزيطات ديالهم، ولكن ملي كيمشيو صراحه كيخليو بلاصتهم. المهم اهم حاجه انك تشقي على خاطرك، وساعتين ديال الصباح كتكفاك انك ديري جميع الاشغال ديالك في ديال المنزل. ايوا المهم ان شاء الله روتين جديد ونهار جديد، خليكم معايا وتشوفوا النهار ديالي كيفاش غيدوز. وبقاو معايا. المهم البنات، انا فقط في الصباح بكري، المهم توضيت وصليت، هذه اول حاجه كنديرها. ونط يعني في الليل، البارح في الليل طحنت يعني شويه ديال 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 البانكيك ديال الشوفان، وخليته درت غطيته بواحد البلاستيك وخليته في الثلاجه. وصافي غير فقط في الصباح صاوبت الحليب لوليداتي وبديت كنطيب، يعني فيت فيك طيبتهم، درت واحد الكونتيتي اللي هي قليله باش ما تشدش ليا ليل. وصافي فطرت وليداتي ومشيت ديتهم المدرسه، ودابا لقيتوني عاد جيت للدار. اول حاجه كنبدا بها انني كنشعل القران. خليكم معايا. القران شي حاجه اللي هي مهمه، اول حاجه تبداو بها الحياه ديالكم وهي الصلاه وذكر الله سبحانه وتعالى. القران هكا كيعطيكم واحد الحماس وواحد النشاط انكم تبداو يعني النهار ديالكم بواحد التفاؤل، وكينقي لكم الروح ديالكم. صراحه القران شي حاجه اللي هي مهمه. اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان البنات ساليت البيت ديالي كما راكم شفتوا. نورمالمون هادشي كنكون ديجا دايراه، يعني نورمالمون اليوم كان خاصني نبدل هاد لي دغاو داكشي، حقاش شحال هادي ما بدلتهم. ولكن نورمالمون ملي كنكون مبدله بحال دابا دوما ان شاء الله قبل ما نمشي ندي ولدي للمدرسه، كنكون ديجا جمعت لا شومبر، حقاش عرفت راسي غادي نبدل لي دغاو وهذا لي زور وهذا، غادي داكشي علاش خليتهم حتى جيت دابا من ليكول عاد بدلتهم. سينو كهادشي كاع كامل الدار كامله كنجمعها قبل ما نمشي ندي ولدي للمدرسه، باش هكا كنجي نيشان كنمشي ندخل نصاوب الغدا وصافي. المهم كما غتشوفوا معايا دابا بالنسبه لولدي، انا بدلت ليه هنا هذوك لي دغا، هنا تندير ليه دوك لو لوكس ديالو، وهنا دائما تندير القصه اللي غادي نقراو اليوم. كل مره كنبدل باش هكا ما يملش القصه اللي غادي نقراو اليوم في الليل كنبدلها نحطها هنايا. المهم صافي، المهم ها هو بدلت لي حتى لي زور والغلاف ديال المخده وكل شيء. وبالنسبه للخو حتى هو سي لا ميم شوز، حتى هو درت ليه لوكس ديالو راه داه مع لا كريش، وهذه القصه اللي غادي نقراو اليوم. حتى هو بدلت له كل شيء كما راكم تشوفوا. ايوا صافي. بالنسبه لي جوي حتى هما نورمالمون تنقول لهم يصاوبوهم، ولكن ضروري خصني اللمسات الاخيره، اللمسات الاخيره ضروري انا مهم كنعاود نرتب لهم داكشي. صراحه كيعطيهم واحد يعني ملي كيجيو كيشوفوا البيت ديالهم مرتب كيحببهم انهم يجلسوا فيه ويلعبوا. وضروري هكا البيجامات ديالهم ضروري اللي غادي فاش غايجيو من ليكول غادي يلبسوهم، كنكون ديجا حاطاهم هنايا. و سي لا ميم شوز بالنسبه للخو، بالنسبه لولدي الصغير. وصافي دابا كنكون كملت يعني جميع ديال لي شامبر، دابا غادي نمشي للصالون ومن بعد غادي نمشي للدوش والطواليت، وعاد غادي نمشي للكوزينه. المهم بلات نشارك معكم البارح حقاش مشيت تقدي ديك التقديه ديال الشهر. بالنسبه لهنايا راه خديت هاد لو باكي هذا ديال بومبيرس، لقيت فيه هنايا ربعه ديال لي باكي مقشعقت بصراحه بشحال خديتهم. المهم بحال هكا صراحه كيهني مابقاش شي بالواحد بالواحد. وبالنسبه ليكوش اللي كناخذ ولادي الولدي يعني الاخر مابقاش كيدير لاكوش، اي ولدي الصغير كناخذ لهم هاد لا مارك هادي
هذه فيها طاي يعني 4 بلس 144 كوش، يعني كدي لي تقريبا اكثر من شهر، شهر والناس هكاك حتى شهر وعشرين يوم اللي كدي لي هذا الباكي هذا. صراحه زوين، وحتى لا كاليتي ديالو بحال بومبيرس. نوريكم لا كاليتي ديالو. انا وليداتي فاش كيكونوا صغار كناخذ لهم بومبيرس، كي بداو كيكبروا شويه صافي كنبدا نبدل. المهم بالنسبه لا كاليتي ديالهم شتي كيفاش دايرين، يعني كتحس بها انها رطيبه، شتو يعني رطيبه وما كصراحه ما كديرش لهم لاليرجي، رطيبه ما كديرش لهم لاليرجي، زوينه صراحه. هذه كان هذا الباكي هذا كناخذو ب 20 اورو، فيه جوج ديال هاد الكرتونه، فيها جوج ديال لي باكي، المجموعه ديالهم هي 144 كوش ب 20 اورو، بحال 10 اورو الباكي. صراحه كتجيني انا اقتصاديه وعمليه. لكم تصوير في الصالون، حقاش كانوا عيطوا ليا في لاكريش قالوا ليا المهم حقاش ولدي عندي مع شويه ديال الصعوبات. نورمالمون هاد لاكريش كان كيمشي لها العام اللي فات، ولكن حقاش دابا العطله جلس شهرين في الدار، بحال جاتو عطين غريبه وبحال هذا ما بقاش مولف. المهم كان شي ايامات نورمالمون دايره لي انا من الصباح ما يجي حتى الخمسة العشيه هكاك، ولكن شويه عنده كيبكي بزاف ماشي بحال الوليدات الاخرين. يعني قلنا في الاول نديروا ليه هذاك غير في الصباح، ودابا ضروري خاصنا نرجع مع 11 باش نكون معاهم فاش يعطيوه يتغدى هكا بشويه بشويه باش يبدا يولف باش ما يبقاش هكا كيبكي بزاف. هذا المهم عيطوا لي دابا قالوا لي راه زعما راه تكالما ما بقاش كيبكي. بغيت غير نشارك معكم دابا، المهم راه ساليت الصالون نشارك معكم دابا، صافي راني في الدوش نشارك معكم. يعني هاد كنت البارح مشيت تقديت وخديت لوليدي هاد يعني تقريبا كل دو موا كنبدل ليه البروسادون ديالو، خديت هاد الباكي هذا فيه ثلاثة، وخديت لولدي الصغير حتى هو غادي نبدا ليه انا نبدا نحك ليه سنيناتو. هادي راه فيها هنايا من 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 زيرو موا حتى لدوزون، هذا راه من ليا لاكي تزاد الولد حتى لدوزون، حقاش دوك الوليدات بعض المرات ملي كيكونوا كيرضعوا كيلصق ليهم الحليب في اللسان ديالهم واخا ما عندهمش سنينات، يعني دخل لي غير هكا بيدك بحال هكا غير شويه هكا ديرها في شي بونسمون هكا. ولكن دابا ولدي انا كبير غادي نحك له بالبغوص هذا، هذا راه هنا من عامين حتى لخمسة سنين، هذا خاص ديال السنينات ديال الحليب. المهم عندنا دابا نقاد هادشي وما انتم معايا. بالنسبه للهامبرغر المهم هاني لي فخيت هاني راني قطعتهم وجدتهم هنا، غندير غير لي فخيت ديال الدار. وهنايا خديت الكفته كما راكم تشوفوا، درت فيها شويه ديال الثوم مجفف وشويه ديال البصل مجفف، هنا الكمون شويه ديال البزار وبيضه وشويه ديال زيت العود، وشويه هنا من هاد الصوص باربيكيو. البنات ها هي صوص باربيكيو، هذه راه بالعسل كتكون حلوه واحد شويه، راه كيجي لوغو ديالها بحال ديال ماكدونالد كتجي غزاله. وضروري غادي نزيد شويه ديال لا شابلور كما كتشوفوا، ها هو لا شابلور غادي نزيد شويه باش يشرب لينا داك الماء اللي غادي يطلق لينا هذيك البيضه صافي. وغادي نبداو نخلطوا يعني هادشي كاع كامل وصافي، تيكون دابا الهامبرغر موجود عندنا، غير غادي نبدا نطيب فيه وراكم عارفين الفخوماج وشويه ديال الماطيشه وهذا وهذا. المهم ها نتوما مازالين معايا. المهم البنات كما كتشوفوا هنايا راه صوبت هنايا هادوك اللحيمات ديال الهامبرغر، هادو ثلاثه اللحيمات ديال ولدي، وتيقول لك بغاهم على شكل اي، كنصاوبهم بحال هكا وحنا درنا بينا هكا كبار صافي. راه زويته ها هي درتها هنايا باش غادي فاش غادي نمشي نجيب ولدي من لاكريش، غادي نبدا نقلي الفخيت وغنحط شعل على هادي هكا باش تكون سهله عليا. وهنايا راني بديت هنايا صوبت هنايا كاع دوك لي هامبرغر، هنايا درت هنا دي صوص باربيكيو، درت هنا هادوك هذاك الكورنيشون كما كتشوفوا معايا، وضفت عليهم شويه ديال البصله اللي كتكون مع الكورنيشون هنا كتكون مخلله،
راه هي شتيها بيضه هذيك اللي زدتها عليهم هنايا، وهذه ما درتهاش انا لولدي كيقول لك خيخه. يو صافي دابا انا غادي نبدا نزيد هنايا هاد لا سالاد بحال هكا وصافي. دابا فاش نجي غادي يكون كلشي موجود. هاد السالاد هذه ديجا راه كنشريها مغسوله، كنحتاج باش نغسلها. صافي غير تندير لها غير بحال هكا وصافي. المهم انا عندي جوج ديال الطرق باش كنصوب الهمبرغر. هذه طريقه سهله سهله جدا، وكاين واحد الطريقه واحده اخرى ان شاء الله ضروري غادي نشاركها معكم. وصوبت هاد لا سالاد هذه كما كتشوفوا حتى هي بالخس وبالطريفات ديال الليمون والمايي صافي، ودرت عليهم شويه ديال سديد وعصرت عليهم واحد الليمونه صافي. هذه هذا وصافي. هنايا هادو هنا الفخوماج باش ملي غادي ندير الكفته ديالنا غادي ندير فوق منه الفخوماج. مهم ها نتوما مازالي معايا، دابا انا غادي نمشي نجيب ولدي وغنتلاقاو من بعد. دابا انا راني يلا خرجت من لاكريش، راني جبت معايا ولدي. ايوا صافي دابا غادي نمشي حقاش ولدي الكبير غادي يخرج مع 12 لاروب، غادي نمشي نجيبو من ليكول. وهانتوما مازالي معايا صراحه، ما كاين غير جري عليا جري عليك. كاين عاد العجاج عندنا اليوم، ما عرفتش غتسمعوا شي حاجه لا ما غتسمعوا والو. يلا الباب خليكم حتى نمشي للدار وغنتلاقاو من بعد. البنات كما كتشوفوا من بعد ما جبت ولدي من المدرسه صافي جيت نقيد كلشي موجود، شديت غير ديك الكفته كما كتشوفوا طيبتها صافي، وبديت يعني كنقاد في الهمبرغر ديالي كما كتشوفوا. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هذه هي لا سالاد، وهذوما لي صوص ان شاء الله اللي غادي ناكلو بهم لي فخيت. هنا وهذا هو الطبق ديالي انا، ولدي راني درت لي غير بحال هكا وما كيبغيش ياكلو في الخبز. ولدي صغير حتى هو ضروري نذوقو، واخا كلا في لاكريش ضروري خاصني نذوقو. وهذا لو بلا ديال راجلي ضروري خاصو جوج ديال لي ساندويتش، ما تيشبعوش غير واحد وصافي. والمعلق بالوليدات وهادشي اللي كاين كيكون هذا هو الغداء ديالي اليوم سريع وصافي. المهم دابا البنات دابا حنا غادي نمشيو نتغداو وتنتلاقاو من بعد. تغداو وعاد بقيت كنجمع الكوزينه وهذا وتراحيت شويه، وعاد وليت مشيت ديت ولدي ليكول ورجعت نعست ولدي وعاد جفف. دابا لقيتوني يلاه ساليت دابا تقريبا هذه شي 3 لاروب يلاه ساليت الشقه ديالي. المهم دابا غادي نمشي نضربها بواحد التدويشه ندوي شويه باش نحيد عليا العيا وداك الجره ديال جري من هنا جري من هنا. واخا كاين العجاج والجو بارد ولكن عرفتي مع ديك كنت مشى بالزربه كنعرق. ايوا صافي دابا غادي نمشي ندوش وعاد ديك الساعه نمشي نسرح شويه ونفكر شنو غادي ندير العشاء وصافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لولدي، غادي يجيبو باباه من ليكول فاش غادي يكون جاي من الخدمه ديالو غادي يدوز يجيبو من ليكول. ايوا صافي المهم نمشي ندوش نسرح شويه وغادي نتلاقاو من بعد. المهم البنات من بعد ما تسرحيت دوش كما قلت لكم قال لي راسي نوضي صراحه مقمقه ديال الخبز، قال لي نوضي عجني واحد البطيبيطات منهم نتعشاو منهم نديرو منهم الكوتي ويبقاو ليا حتى الايامات الجايه باش هكا نستعملهم نتغداو في الغدا والعشاء. وهذا كما كتشوفوا راني سخنت المقيله ديالي ودرت الماء باش نعمر البريري ديال الاتاي والنعناع وهذا غسلته كلشي موجود. وقديت هاد بلاطو هذا درت فيه هنا الكونفيتور، هنا درت هذاك الفول السوداني، هنا شويه ديال الفرماج، وهذا الزيتون البنات الزيتون البلدي ديال الدار انا اللي شرملته كما كتشوفوا معايا، وهذاك الزيتون الكحل حتى هو بلدي ديال الدار. ايوا صافي يا البنات المهم هادشي اللي كاين دابا.
غادي نمشي نطيب، وهانتوما مازالين معايا. صافي البنات، كما كتشوفوا هاد المطيبات ديالنا كيجيو الصراحه رطبين وهشاشين. المهم نتوما ولفتوا في القناه ديالي، هنا يعني طبق رئيسي عندي في المنزل، يعني كنديرو بزاف ديال المرات هاد البطبوط مرقد في الزبده والعسل، صراحه كيجي مشبع بالزبده والعسل. ها هو البريد ديالي تحر على خاطر خاطرك، كما كتبان لكم الكشكوطه طالعه. المهم البنات دابا حنا غادي نمشي ونديروا الكوتي، ولا غادي نتعشاو سميها كما بغيتو، تنتلقاو من بعد. طون باقي سخون. استيتي استيتي. من بعد ما تعشينا يعني كوتي وعشاء راكم عارفين، صافي يعني كنصلح هاد الوقيته، يعني فقط كندير كوتي اللي هو شويه هكا اللي كيشبعنا، صافي ما كنبقاوش مازال ناكلو شي حاجه حداخرى في الليل، يعني تقريبا ديك 8 ديال تنحبسو حنا الماكله هنا في الدار. المهم البنات غير بغيت نشارك معكم واحد الحاجه، يعني واحد الفضل ديال الذكر اللي صراحه اللي تمسته في الحياه ديالي، وهو الدعاء ديال الخروج من المنزل والدعاء الدخول من المنزل. ما تنساوش الله يخليكم، ما تنساوش دائما، ما غادي يوقع لك والو وما غادي تخسري والو الا كنتي خارجه من الدار تقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني واحد الذكر اللي يعني قصير ولكن المنافع ديالو كبيره كبيره بزاف. المهم بغيت نعاود لكم يعني هذه واحد الاستوار وقعت لي اليوم، فاش كنت مشيت جبت ولدي من لاكريش وغادي نمشي نجيب ولدي من ليكول. صراحه واحد لقيتها وصلت لواحد البلاصه يعني حدا الدار ديالي، وفتها شويه كنسمع شي حاجه بحال طاحت هكذا بحال الحجر طاح. ملي جيت ندور كنلقى واحد الطرف ديال يعني ديال العماره، واحد الطرف ديال الحجر ديال واحد البالكون في العماره طاح، وصراحه زقلني تقريبا انا يلا فتو بشي دقيقه وهو يطيح. وملي دارت لقيت واحد يعني واحد الحجره كبيره طاحت، وتنقول الحمد لله وشكر لله ربي نجاني وحفظني انا وولدي. المهم انا غادي نوريكم البلاصه كيفاش دايره، والبلاصه منين طاحت هاد الحجره بقاو معايا. تخيلوا معايا هاد الحجره هادي، ها هي هادي طاحت، ها هي مازال واحد الحجره اخرى، ها هي هنايا هالبلاصه انا اللي دست منها، هي هنا فين طاحت هذيك الحجره هنايا هاد البلاصه هذي، وهالفرتيت هذا كله ديالها، هاد الفرتيت هذا كله ديالها. والبلاصه البنات اللي طاحت منها هذيك ها هي البنات، شوفوها انا غنقربها لكم كما كتشوفوا معايا. تخيلوا هادي كون طاحت فوق راسي ولا فوق راس ولدي، كيفاش غادي نكون الاحساس ديالنا؟ عرفتي ثقيله ثقيله. الحمد لله على سلامتي انا وولدي، زعما هذا الفضل ديال الدعاء ديال الخروج من المنزل البنات. صراحه البنات يعني الانسان على قد ما يقدر يحافظ على يعني الادعيه ديال الدخول والخروج من المنزل، يعني ملي نكونوا خارجين من الدار نقولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، صراحه كتحفظ من كل شر وكتكوني بين يدي الله، يعني ربي كيحيد عليك اي حاجه خايبه بغات توقع لك ولوليداتك، ويحفظك الله يعني في الصحه ديالك وفي مالك وفي كل شيء. وإنسان يدخل الدار يقول بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا، ربي كيحفظك وما كيدخلش معك الشيطان الدار، وما كي يعني كيكون المنزل ديالك وكتحصن النفس ديالك والمنزل ديالك يعني من الشياطين. وصافي هذا الشيء البنات شي كنت نقول لكم، دابا لقيتوني بغيت نمشي قلت ضروري نشارك مع المتتبعين ديالي، وحتى انا نشجعكم باش تعرفوا يعني السر ديال الذكر الله سبحانه وتعالى. وملي كنكونوا كنذكروا الله سبحانه وتعالى في اي حاجه كنديروها، انا ربي كي
ربي كيحمينا صراحه الله. يعني ملي شفت هذا الحجر انا غير فتو طحت من مورايا، بقيت كنتفكر هذا تفكر اول حاجه طاحت في بالي هو هذاك الدعاء اللي دعيت تنقول الحمد لله والشكر لله على الدين ديالنا اللي خلاه لنا الله سبحانه وتعالى، وصلوا لنا الرسول ديالو الحمد لله والشكر لله. هذه نعمه كبيره من عند الله سبحانه وتعالى، خصنا نحمدو ونشكرو عليها دائما وابدا. وصافي البنات كنختم الفيديو ديالي هنايا، ونقول لكم حتى نتوما حافظوا على على على, على, على الاذكار، سيرتو الذكر ديال دخول البيت والخروج من البيت. ودابا انا غادي نمشي نجيب هذوك ليكوغرافي ديالي غادي يكونوا خرجوا لا ريزولطا. وصافي هادشي اللي كاين، كنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.